اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. تعرف على الفتاة التي اتهمت سعد المجرد باغتصابها. كشفت وسائل إعلام فرنسية هوية الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها. الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً تدعى لورا بيريول وتعمل في مجال الموضة والأزياء في وقت فراغها، بينما وظيفتها الأساسية رئيسة للنادلات في أحد المطاعم. هذا وكانت الفتاة أكدت اغتصاب المجرد لها وادعت أنها كانت تحبه وتدعمه، مضيفة أنها سوف تواجه تهمة الاحتيال إذا لم يتم إثبات ادعاءاتها. وفي رد لها حول قضية اتهام سعد المجرد باغتصابها، كتبت لورا عبر مدونتها الشخصية: أنا أكتب فقط هذه الجمل للرد على الذين يهددونني ويهينونني كل يوم وكل ساعة. أنا بالفعل تم اغتصابي وأفهم جيدا معنى العدل، وخاصة في دولة ديمقراطية مثل بلادي. أنا سوف يحكم علي بتهمة الاحتيال إذا لم يتم إثبات ما أقول. إنما حدث في الغرفة لا يعني بالضرورة أنني وافقت على اغتصابي، فلابد من تغيير العقلية لأننا في عام 2016. على صعيد آخر ووفقا لموقع فرنسي آخر، فقد كشف أن لورا بيريول كانت ليلة الحادثة برفقة المجرد على مائدة العشاء بفندق الانتركونتيننتال وسط باريس، ولم تكن منزعجة قبل أن ترافقه إلى فندق الماريوت حيث كان يقيم، والذي تحول فيما بعد لمسرح الجريمة. المصدر نفسه أوضح أن لورا بيريول هربت حوالي الساعة 11 من غرفة سعد وهي في حالة هستيرية وشبه عارية، حيث ساعدتها عاملة نظافة بالفندق بإدخالها إلى إحدى الغرف انتظار وصول رجال الشرطة. وأضاف الموقع الفرنسي أن سعد المجرد قد يكون تعرض لكمين وتم فبركة وقائع الحادثة. من جهتها عللت لورا سبب تغيبها عن مواجهة سعد في بداية محاكمته بأنها كانت تعاني من أزمة نفسية حادة، وكان محاميها قد صرح لوسائل الإعلام الفرنسية أنها تعتذر عن مواجهة سعد المجرد نظرا لتدهور حالتها النفسية، حيث تقدم بشهادة طبية للنيابة العامة تؤكد ذلك، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد اعتقال سعد المجرد. ومن جانب آخر، كشف الموقع المغربي شوف تي في عن تورط الفتاة الفرنسية لورا بيريول نفسها في قضية مخدرات. وأفاد الموقع المغربي أن الشرطة ألقت القبض على شاب فرنسي من أصول تونسية بعد أن وجدت في السيارة التي معه كمية من حشيشة الكيف، وتبين فيما بعد أن السيارة ملك لورا وأن المخدرات الموجودة تخصها. أخيرا، لابد من الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي أطلق سراح المجرد مؤقتا في قضية اغتصاب تلك الفتاة بعدما أثبتت تقارير الطب الشرعي وكاميرات المراقبة براءته من هذه التهمة، وهو الآن يعيش في فرنسا في انتظار حكم البراءة النهائي.